غصون. انجي خضتني يا حمزه. ايه بدايه كده الموضه بالنسبه لك تمثلك ايه في حياتك؟ الموضه كل شيء، هي روح الليدي. اوه لافلي. هاي سفيري. بمناسبه الفالنتين، كم هديه جات لك في الفالنتين يا غصون؟ ما بحب انحسد. ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حد عشان الحسد يعني. مع ذلك حبايبك كتير؟ الحمد لله اكيد فانزاتي كتار. من الناس بعرفهم شي 13 جفت. احي من الفانز اللي ما بعرفهم يعني موصلين 25. احي خمس حاجات ما تقدرش تستغنى عنهم غصون. خمس شغلات؟ الفاشن ديزاينر تبعي والميك اب ارتست تبعتي والمدرب الجيم تبعي. هو مين ده؟ انا عارفه يا اختي. غصون تحب تكون مثيره ولا ملفته؟ ملفته انتباه. بعدني عن الاثاره. حبيبك يجيب لك سندوتش شاورما ولا بوكي ورد؟ ما عندي حبيب. بس بقى خلى يعني ما اتظبطت واحده من صحابك مثلا مره كده؟ ما عندي، بس لو خيرني شاورما. والله انت اللي مسخره يا شيخ. لو حد تقدم لك عريس وجاب لك شبكه فضه توافقي ولا لا؟ نو. انا كنت متاكد انه نو على فكره. دايموند. من الاخر زبلتين ومحبس ونلم الدور. دايما ملكات جمال محاطين بالشائعات، دي ارتبطت اتجوزت، دي اتجوزت، دي اتطلقت، دي الف مره وبيطلقوني مليون مره وانا سنجل، شو اعمل؟ مقهورين من الملكه. بتتعاملي ازاي مع الشائعات دي؟ عادي. حاله، ستوري، بوست، اي شيء. يم 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 ايه ده؟ سده فزعتني. كم اكس في حياه غصون؟ لا اكس واحد. ايه هتنامي ولا ايه؟ ايه اللي لو كلمك هتردي ولا لا؟ محترمة فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. لو متقدم لك عريسين، واحد بيقبض بالجنيه المصري وواحد بيقبض بالدولار، توافقي على انهي واحد؟ ما بدي جاوب هلا، رح يفوتوني بقصص وشي. ما في، انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ اهم شيء الاخلاق. مبسوطين مني صح؟ انا عايز غصون مفترية؟ كيوت. ايه ده؟ كيوت. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه لي؟ طيبة ولا شريرة؟ انت شو شايف؟ لو العالم هينتهي كمان ربع ساعة، ايه اخر حاجة هتعمليها؟ انتهي باخر ربع ساعة؟ لا طبعا بتمنى اكون عند الكعبة ويعني واعمل اعمال خير و قلبك عامر بالإيمان. لا إله إلا الله. الدرس ده لبستيه كم مرة قبل كده؟ لا ولا مرة. يا نهار اسود يا نهار اسود. هل أنت معنى ذلك إنك بتميل تلبسي درس مرة واحدة ولا ممكن أكتر من مرة في مناسبات مختلفة؟ لا لازم مرة واحدة، لأنه بيكون الستايلست مرة والفاشن ديزاينر مرة، اللوك كله على بعضه مرة، فالله يعيننا يعني. بصراحة يعني ده شيء لا يتحمله بشر. ولا بني آدمين يا باشا، ولا بني آدمين. لو أنت فاكهة هتكون إيه؟ فاكهة مانجا. اخ اخي. بتاكلي المانجا ازاي؟ بالشوكة والسكينة ولا بتلغوصي بايدك؟ احرجت. لا لا ما بعرف، بالشوكة والسكينة. هلا بيقولوا ياي. انت فاجئتيني بسفلتك، اقصد بصراحتك. حبيبك يكون بكرش ولا بفورمة؟ لا فورمة. لا واثقة من نفسيها، مش واخد بالك. طب لو كان بكرش تعملي معاه ايه؟ تقولي له فركش. فركش. يخرب عقلك، ده انت مسخره.